يقول إذا كان المصلي يلبس سروالا وفيه قطع يسير فوق الركبة هل تبطل الصلاة؟ إذا بدا من عورته شيء ما بين السرة إلى الركبة، بدا منه شيء في الصلاة وتركه لم يستره، بطلت صلاته. إذا استمر مكشوفا وهو يعلم به ولم يستره فإنها تبطل صلاته، لأنه ليس ساترا لعورته. ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة. نعم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة،